العشاء قلت لك ما مطيبوش، والله ما كاين باش نوكل المحامي. تخيل العشاء ما مطيبوش باش نوكل المحامي، باش خايف من بناتي يضيعوا. هادشي من الناس ما خايفش على راسي، خايف من بناتي يضيعوا، غادي يجيو ويهزهم للزنقة غيضيعوا ولا تلاحوا للزنقة. اما انا 43 عام في عمري عايش في البرارك، انا ولد 7 ايام كانت لي وجهي الطوبه في البرارك، انا ولد 7 ايام لا قرا كبرت فيها، ولاني بناتي بغيتهم تكبروا بقوارين، بغيت بناتي نشوفهم شي حاجه زوينه، نشوفهم شي عيشه ما عشتهاش انايا، وانا كبرت مقهوره ونشوف ولادي مقهورين، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم، انا اخوكم عبد القادر ولد يعقوب منصور دوار القرعه حي الصافيح. انا ولد برارك وكبرت في البرارك وتزدت في البرارك، ما تقلت راه نتزوج ندير وليدات، تزوجت درت وليدات، ولدت وليداتي في البرارك، بقيت ضرب شماره في المارشي ديال دوار القرعه، عايش انا وليداتي بمقسم الله. واللحظه على فجاه جات الترياب في ظرف 48 ساعة، قال لكم خاطر صافي الإحصاء الترياب، ناضوا حصونا ريبوا لينا هزونا من البرارك، قال لك اللي بغى بقعة يمشي ياخذ بقعة، اللي ما بغاش بقعة يمشي ياخذ شقة فين يسكن. فمشينا عند النوطيرة، قال لك النوطيرة ضروري إما 10 مليون إما تمشي تهز الكريدي من البنك. أنا ما بستطعتش نهز الكريدي وما بستطعتش باش نكري لوليداتي. شنو قلت؟ ما عندي بنت مريضه انتم ما تشوفوا فيها، اما كاينش اللي غادي يكري ليا بها، اللي غادي يشوفها ما يبغيش يكري ليا. قلت اللهم نمشي للطريطه. نهار فاش مشيت للطريطه بقيت مقاسي، خلصت 10 شهور في الطريطه، صافي حيدوني من هذيك البلاصه فين كنت خدام، ثلاث سنين هذه باش محيد من هذيك البلاصه، وانا تنقاسي انا وليداتي، لا ماكله لا شراب لا طريطة لا ما لا ضو، الموضوع تيخلصوا لي الجواد الجيران وهذا الله. وانا تنطلب من خوتي المغاربة اللي تيشوفوني واللي تيشوفوا هاد البنت يتعاونوا معايا ومع هاد البنت في سبيل الله، وانتوما تتشوفوا حالتي وحالة نعمة، اللي تيعرف نعمة واللي تيعرف هاد القادر راه انتوما تتشوفوا، راه عمركم ما تشوفوا عبد القادر في هاد الحالة، انتوما تتشوفوا عبد القادر في هاد الحالة. وتطلب من الله ومن المسؤولين، تطلب من الله ومن المحسنين، اما تا المسؤولين ما كاين مسؤولين، تطلب من الله ومن المحسنين يشوفوا من وجهي ومن وجه هاد البنية. ما بغيتش هاد البنت تلاح في الزنقة، لحقاش حاليا دابا البنكة صيفطت ليا شعار بان انا ما خلصت، صيفطت ليا عين ضرب انني لما خلصت غادي يلوحوني انا ولادي للزنقة، وما عنديش فين نمشي، انا مشيت للزنقة ولادي صافي ضاعوا مشاو. جاتني فكره ناخذ كريدي لحقاش ما عنديش باش نخلص، قلت اللهم نمشي نتخشى نتستر انا وليداتي، ولا واحد المده ما بين تفوت هذيك المده نقدر يسر الله راه غادي ولاني صافي. فاش بديت نخلص خلصت 10 شهور ديال الطريطه هي اللي خلصت. طيب من ورا 10 شهور جا القيد حيدني من بلاصتي، ما بقيتش قادر، ما بقيتش نبيع وتنشري، ما بقيتش لاقي باش نخلص الطريطه. انا دابا حاليا راه تتشوفوا راه جيتي واقيلا خويا وشتي البلاصه بين خدام 20 طوموبيل على يتعسات 20000 ريال الشهر، 20000 ريال الشهر شنو دير لك اخويا؟ عندي جوج بنيتات، عندي بنت عندي نعمه وعندي خديجه. نعمه انتم تتشوفوا حالتها كي دايره، وخديجه راه 14 عام ليلى يا الله، وراك عارف مصاريف ديال البنات راه ماشي هي الاول. دابا البنت هي تيبغى تبغي شي حاجه ما استطعتيش باش ناخذها حاليا. دابا شحال في الساعه دابا خويا؟ شحال دابا؟ دابا حاليا والله ما معشين، والله ما عندهم باش يتعشاو هاد الساعه حاليا دابا، والله ما عندهم باش يتعشاو. هاك جيتي على غفله، والله ما عندهم باش يتعشاو. البوطه سير دخل الكوزينه، اجي تدخل الكوزينه دابا نكون انت عليك الطوب كوزينه، تدخل الكوزينه تشوف البوطه خاويه، بوطه خاويه من الناس. الله يحسن العوان ليلى يا الله.
انا ما كنت في هذا الحال وربي اللي رجع لي في هذا الحال وتنحمد الله ونشكره لا اله الا الله. هي انت الشيء دابا كيبكات هي تتشوفني تتشوفني مديوم تتبكي تتحس بيا باي حاجه تشوفني تنهد تبكي تشوفني تتعرفني تشوفي في ملامح ديال وجهي تتعرفني هي في عمرها دابا 7 سنين تتحس بيا عند الحاسه السادسه وانت تشوف الحاله ديالها هي دابا هي هكا مسكينه وضيعات لا دواء لا ترويض لا سكنه انت شوفي الفلاش كي دايره ديك التلفازه راه عطاوها ليا الجوال والله الا الجوال عطاوها ليا هذيك التلفازه عطاوها ليا الجوال ولا اله الا الله محمد رسول الله. دابا تنطلب من الله ومن المحسنين اللي بغى يتعاون معايا راه اخوكم عبد القادر النمره ديالي راه هي 07 71 61 37 07. الصباح كنت في المحكمه على ولد لحقاش سيبطوا لي السيدعه باش يخرجوني من الدار على ولد الطريطات حيت ما تنخلص الطريطات باغو يخرجوني من الدار انا ووليداتي وتنطلب من الله ومن المحسنين. هذا هو اخطر مشكل عندي هي قبر الحياه لحقاش نقدر نمشي نبيع الديطاي ونجيب لوليداتي ما ياكلوا ولاني باش تبيع الديطاي وباش تخلص ليهم الكرا راه ما تقدرش تمشي تهزي الصندوق في المارشي تجيب لولادك ما ياكلوا ولاني باش تمشي تهزي الصندوق في المارشي وتوفر لولادك الواجبات ما ياكلوا وما يشربوا وتخلص ليهم الكرا راه ما نقدرش. علاش؟ لحقاش تيكون واحد الدخل محدود تمشي تخدم تتصور 30 درهم 40 درهم في النهار اي نعمه بوحديها عايشه ب 20 درهم في النهار باش عايشه بدانون وسيريلاك هادشي باش اللي تتاكل ما تتاكلش شي حاجه من غير دانون وسيريلاك تاكل لا بطاطا لا خيزو لا لحم لا صوب لا والو لا والو. حاسه الفكر بانها تنضغ وتتعامل مع الماكله ما عندهاش اي سوائل شي دانون شي سيريلاك. دابا هي 6 سنين في عمرها سيريلاك. الصباح راه جيت من المحكمه مول الهري شافني مزيوم والله العظيم عطاني بكيه مسكين ديال سيريلاك كي شافني مزيوم ضرب شاف لي فوشي عرفني مزيوم مد لي بكيه ديال سيريلاك مول الهري حيت عارفه عايشه بسيريلاك تمشي ديما ناخذو من عنده مسكين. الاجراءات اللي داروا معايا دابا عطاوني واحد المقال قالوا لي جاوب عليه باش نجاوب هذاك ما عنديش باش نجاوب ما عنديش باش نجاوب هذاك ما قالش شنو دايرك في تجاوب عليه بان راه هذا الشيء تحملتيه اما تخلصوا ولا لا ولا انا ما لقيتش باش نجاوب ما لقيتش ما عنديش باش نوكل محامي. وانا تنقول لك اخويا وانت جيتي على غفله العشاء قلت لك ما مطيبوش والله ما كاين باش نوكل محامي تخيل العشاء ما مطيبوش باش نوكل محامي باش خايف من بناتي يضيعوا هادشي من الناس ما خايفش على راسي خايف من على بناتي يضيعوا غادي يجيو ويهزهم للزنقة غيضيعوا ولا تلاحوا للزنقة. أما أنا 43 عام في عمري عايش في البراريك أنا ولد 7 أيام كانت لي وجهي الطوبة في البراريك أنا ولد 7 أيام يعني ومن اللي بالقهرة كبرت بيها ماشي مشكل انت فهمتيني انا قرا كبرت بيها ولاني بناتي بغيتهم تكبروا مقورين بغيت بناتي نشوفهم شي حاجه زوينه نشوفهم شي عيشه مع الشاش انايا وانا كبرت مقور ونشوف ولادي مقورين راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. رسالتي الاخيره للناس المسؤولين والناس المحسنين المساعده اللي غادي يساعدوني هي يعاونوني اما في الطريطه ديال الدار ولا يديروا لي شي وسيله باش نبقى ساكن في الدار انا ووليداتي هادشي اللي خاصني. اما اي حاجه ديال النعمه ولا ديال اختها نقدر نجوع انا ونوكلهم هما نعطش انا ونشربهم هما ولاني باش نشوفهم في الزنقه في البرد وفي الحر راه ما نقدرش نشوفهم. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.